واحد بيقول إذا كانت الروح لها حياة سابقة أو حيوات سابقة، فأرواح قايين وهابيل في أرواح سابقة. طبعا ما كانش اليوم حاجة، ما كانش قبل كده موجود غير آدم وحواء وكانوا عايشين. لما دي من الكلام اللي يرد بيها على الحيوات السابقة. واحد بيقول هل الصلاة على جثمان الميت في اليوم الثالث تفيد الميت؟ الذي يكون قد مات في خطاياه لا يستفيد شيئا. في يوحنا الأولى إصحاح 5 بيقول توجد خطية للموت، ليس عن هذه يطلب أو يصلى. والسيد المسيح قال لليهود في إنجيل يوحنا، قال لهم أذهب وحيث أمضي لا تستطيعون أنتم أن تأتوا، تموتون في خطاياكم. فاللي بيموت في خطيته تنفعوش حاجة، لكن المنفعة بنصلي من أجل إن ربنا يقبل توبته، من أجل إذا كان في خطايا غير إرادية، من أجل خطايا نسيها، من أجل خطايا من نوع الفكر. ليس إنسان بلا خطية ولو حياة يوم واحد على الأرض. إنسان مات فجأة وقبل ما يفكر في الخطايا اللي عمل فيها عمل فيها يعني حاجات زي دي، لكن مش إنسان عايش في الخطية ومات في الخطية. ولذلك إحنا لما يكون إنسان اتجوز زيجة خاطئة لا توافق عليها الكنيسة ما نصليش عليه. ولعلكم شفتوا إن في بعض الكهنة اللي كانوا بيغلطوا في الأحوال الشخصية ويجوزوا ناس زيجات خاطئة، واحد منهم رفضنا نصلي عليه لأنه أيضا رفض أن يقول إنه أخطأ. نفس الأمر بشوي بعت له يعترف بأنه غلط عم تمشي.